وهذا بكل خير، احييكم بتحيه الاسلام الخالده مع هذه الانطلاقه الموفقه لشوط اخر يحمل في طياته عنوان الجعدان المحليات الاصايل مع الاربعه كيلومترات التي سنتابعها ونرافقها في خط سن نبحث عن الجديد في عالم الجديد. ومع بدايه تمهيدي المرموم ننطلق مع هذا الشوط، نتابع الصداره، نتابع ماذا يدور على التحدي من إثارة وقوة المشاركة. مع بداية الموسم نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز الأولى وماذا يدور على المركز الأول. نفتتح إذاعتنا وبران ليتقدم بشعار محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي على المركز الأول. ارتاح يوم أشوف بن مفتاح على المقدمة وهو يدير المعركة إدارة قوية وحكيمة. المركز الثاني يتقدم الآن المفتي لمحمد بن حمد بن سعيد العمري في ثاني المراكز. النقلة التالية مع شاهين على ثالث المراكز اللي يأتينا بشعار علي بن سلطان بن رشيد الاشتبيلي يسجل حضوره في هذا الشوط مع المركز الثالث. أما المركز الرابع، المركز الرابع فهناك الوصول من قبل شاهين. شاهين يأتينا سالم بن يعروف بن حميد الزرعي ولكنه ينخطف المركز الرابع إلى الثالث. يتغير الشعار الأصفر ويذهب إلى المركز الثاني في هذه اللحظات هملول حميد بن مطر بن عميرة الشامسي الذي يقدم لنا هملول في هذه المعركة. أما المركز الثالث يأتينا صوغان علي بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الثالث. أما المركز الرابع فهنا شاهين سالم بن يعروف بن حميد الزرعي يتواصل مع المركز الرابع. والمركز الخامس هذا شعار أحمد بن مطر الرميثي يقدم لنا أدهم بالمركز الخامس. وسادس المراكز شاهين علي بن سلطان بن رشيد يدفع بشاهين إلى المركز السادس. والمركز السابع سابع المراكز مياس ناصر بن بارك بن سالمين المنصوري هو من يأتينا على المركز السابع. أما المركز الثامن ضبيان محمد بن درويش بن عام عاطف المزروعي ثامنا. النقلة التالية إلى المركز التاسع وتاسع المراكز مودع سالم المبارك بن سالم الزرعي. أما المركز العاشر، المركز العاشر يبغي متابعة يحمل معاه النجمة، يحمل معاه الآمال والإثارة والقوة وأيضا الخطورة. يتقدم شاهين أحمد بن الدحبة بن عاضد المهيري. هذه العشرة المراكز الأولى التي دعناها على مسامعكم وننتظر أيضا البقية القادمون. يا مرحبا، نقول تفضلوا الميدان مفتوح، هذا هو الميدان لمن أراد التحدي. ولكن التحدي عند المقدمة، التحدي عند وبران وهناك من يتابع صغان في مقدمة الشوط بينهم كر وفر مثل ما تشاهدون في هذا المجال. يتقدم وبران بشعار محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي. من يقدم لنا وبران بأول المراكز ويدافع عن لقب المركز الأول بكل ما استطاع من قوة. أما المركز الثاني يأتينا صوغان علي بن خليفة بن رشيد السويدي صاحب النقطتين الرئيسيات في صباح هذا اليوم، أشواطنا الرئيسية مع هذا الشعار الذي افتتح تبهيدي المرموم بالناموس. نعم ناخذ المركز الثالث. يتقدم الآن مودع سالم بن مبارك بن سالم الزرعي يأتينا على المركز الثالث. أما المركز الرابع فهنا شاهين علي بن سلطان بن رشيد يدفع بشاهين ولكن شعار جديد بينضم لنا. فنقول شاهين محمد بن مطر بن مصبح الاشتبي هو من يتقدم إلى المركز الرابع. أما المركز الخامس أدهم أحمد بن مطر الرميثي وبدأت الشعارات أيضا تصلنا. نعم فهنا الوصول من أمداوي قادم سالم بن حمد بن محمد المزروعي يقدم لنا أمداوي في هذه المرحلة الحساسة. نقلة تالية إلى المركز السادس مياس يأتينا راشد بن سالم بن راشد الخاطري على سادس المراكز. نكتفي بإذاعة المراكز الأولى لنتفرغ لمع 800 متر الأخيرة لنتفرغ إلى بن مفتاح الذي يتابع طريقة ومسيطر. يا وبران كمل المشوار يا وبران، لأن بدأ الهجوم من كل الشعارات ومن كل السلالات. وما أشوفه يتقدم الآن مياس وصلنا. ومداوي سالم بن حمد بن محمد المزروعي يتجاوز في هذا
هذه اللحظات يتجاوز وبران. يلا يا وبران، يلا يا بن مفتاح، كمل كمل لأن الشوط ما يتحمل. سالم بن حمد بن محمد المزروعي على المركز الأول، أما المركز الثالث يأتينا مودع سالم بن مبارك الزرعي، والوصول أول إذاعة لهذا الشعار. سراب غادم، سراب غادم، هلال بن خميس بن عامر العمري يأتينا إلى المركز الثالث، ولكن عاد مرة ثانية، عاد مرة ثانية وبران واستعاد حقوقه المنهوبة. أيها الوبران حر، كمل المشوار، كمل كمل المشوار، كمل لأنه ما زالت الخطورة قائمة، الخطورة قائمة. كمل يا بن مفتاح، كمل كمل الناموس، كمل. يقوم طفر وينتهي طفر، يقوم راسه وينتهي راس. يا سلام يا سلام، سلام 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 يا العين سلام. انهني انهني راعي وبران محمد بن راشد العلي بن مفتاح الشامسي، انهني على الفوز وعلى ناموس المركز الثاني. وصلنا المحيط لأحمد الخيبة بن رشيد السويدي المركز الثالث، مودع سالم بن مبارك بن سالم الزرعي المركز الرابع، فهنا مداوي سالم بن حمد بن محمد المزروعي، والمركز الخامس يأتينا سراب هلال بن خميس بن عامر العمري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى، وهكذا تابعنا هذا الشوط بحرارة وبقوة وبناموس، واستطاع أيضا وبران أن ينتزع المركز الأول بالتوقيت الزمني 6 دقائق 15 16 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، نهني على الفوز وعلى الناموس. المركز الثاني كان من نصيب المحيط لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، 6 دقائق 16 ثانية و21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مودع سالم بن مبارك بن سالم الزرعي بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 16 ثانية، أو نتأكد من التوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية و14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.